شهد المسرح اليوناني بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ جلسة نقاشية بعنوان حياة كريمة بين مفهوم حقوق الإنسان وأجندة مكافحة التغير المناخي، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27. ركزت الجلسة على عدة محاور أساسية شملت دور مؤسسة حياة كريمة في دعم حقوق الإنسان وربطها بمواجهة التغيرات المناخية من خلال تطوير القرى الصديقة للبيئة والاهتمام بملف الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا. أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، مشروع عملاق بتنفذه الدولة المصرية لخدمة سكان المناطق الريفية اللي ما كانتش بتشعر بالمعدلات التنمية الاقتصادية اللي بتحدث على أرض الوطن في فترات زمنية سابقة. النهاردة هذه المبادرة مخصوص لدعمهم وتمكينهم وتعزيز من قدراتهم. الدولة مخصصة 700 مليار، وسيادة الرئيس قال إن ممكن توصل لتريليون 100 ألف مليار يعني جنيه لخدمة هذا القطاع. النهاردة تم الحديث على أهم المحاور في جلسة حياة كريمة. استعرضنا دور المشروع القومي حياة كريمة في الحفاظ على حقوق الإنسان ومواجهة التغيرات المناخية. في نفس ذات الوقت اتكلمنا عن تأثر الأمن الغذائي بالتغيرات المناخية ودور حياة كريمة في تخفيف هذا الأثر. الهدف الرئيسي من الجلسة النهاردة ان احنا بنوحد كافة الجهود بين المنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والمنظمات الدولية وحتى برضو المتطوعين في مناقشة ازاي مشروع قومي حياة كريمة ليه دور لمكافحة قضية التغير المناخ، وطبعا بالإضافة للمشاريع الخضراء اللي تم تنفيذها داخل الكرة الأكثر احتياجا. واهم محور احنا بنركز عليه هو الجزئية المختصة ببناء الإنسان وازاي ان احنا ننشر الثقافة الخضراء على مستوى الجمهورية علشان نبتدي نحول الفكر المواطن ان ازاي يحافظ على المشاريع والخدمات والموارد المتاحه حاليا ويبقى ليها استدامه. المفروض ان شرم الشيخ بتستضيف الكوب علشان تزود الوعي البيئي بالنسبه للناس وبتحاول تحد من التغير المناخي بصفه عامه. دي كانت اهم النقط اللي احنا كنا عايزين نخرج بيها او اهم المخرجات اللي احنا كنا بنترجتها في المؤتمر، ان احنا نعلي الوعي البيئي عامه بالنسبه للناس، نعرفهم ان البيئه مش هي بس المخلفات والحاجات اللي موجوده على جنب، لكن هي كمان هي كل البيئه اللي احنا عايشين فيها، هي الهواء اللي بنتنفسه والميه اللي بنشربها وكل حاجه.